انا مش هقول موسى، انا هقول ميسي، انا هقول ميسي، انا هقول ميسي. المنتخب الاردني يتاهل لنهائي كاس اسيا بفضل ميسي. ده مش يا جماعه، ده ميسي بجد، هو لابس كده قناع، هو مش موسى على فكره، ده ميسي. عندهم لعيب كده في الاردن اسمه موسى تعميري، لعيب هايل. الف الف مبروك للمنتخب الاردني، التاهل للمباراه النهائيه بعد فوزه على كوريا بهدفين. فعلا المباراه دي افضل مباراه في التاريخ اشوفها للمنتخب الاردني. المباراه دي عمري ما شفت المنتخب الاردني بالجمال وبالحلاوه دي، وطبعا دي بشهاده الاردنيين اللي هيقولها. فعلا المباراه دي افضل مباراه في التاريخ للمنتخب الاردني اللي فاز النهارده وشرفنا وشرف العرب كلهم. الف مبروك من مصر، احنا فرحان لكم من قلبنا، لان فعلا المنتخب الاردني يستحق الوصول ويستحق الفوز. الف مبروك بهدفين، ولا اجمل ولا اروع ولا احلى من كده. الف الف مبروك. انجاز تاريخي، انجاز تاريخي، فوز المنتخب الاردني على المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين للا شيء. بصراحه اجمل مباراه اشوفها في التاريخ للمنتخب الاردني. المباراه دي من ساعه ما اتولدت انا على وش الدنيا ما شفتش مباراه زي اللي عملها النهارده المنتخب الاردني. بصراحه مباراه في قمه الروعه وفي قمه الجمال. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي؟ عندهم لعيب كده اسمه موسى تعميري، عامل زي ميسي كده في الملعب، حاجه كده تحس ان هي بونبونايه، حته تفاحيه جميله، لعيب ملوش حل، لعيب بصراحه فكرني بميسي، اللي هشبهه بيه اليوم ميسي. موسى يا موسى، ايه الجمال ده يا موسى؟ وصلت منتخب الاردن لاول مره في تاريخه للمباراه النهائيه. دي اول مره في التاريخ النهارده المنتخب الاردني وصل للنهائي عشان يقابل الفايز من قطر وايران. ان شاء الله قطر تفوز ان شاء الله. هيلعب في النهائي مع المنتخب القطري ان شاء الله، اللي هو هيبقى ماتش بكره ان شاء الله ايران وقطر، اللي نتمناها فوز قطر ان شاء الله. بصراحه المنتخب الاردني النهارده فرح كل المصريين، فرح كل العرب، ما عدا حد واحد، يعني بلد واحده، بلد واحده هي بس اللي مش فرحانه بفوز الاردن النهارده. يعني مش لازم اقول لكم هي مين البلد دي، اكيد اللي هيشوف فيديو وفاهم انا بتكلم على مين هيعرف مين البلد ديت اللي هي الوحيده اللي ممكن ما تفرحش النهارده بفوز الاردن، لان هي كانت ممكن تكون مكان الاردن، مع اني عارف ان هم قلبهم طيب وكبير وممكن يفرحوا برده في الاخر. الف مبروك للمنتخب الاردني وهارد لك للمنتخب الكوري. المنتخب الاردني زي ما قلت لكم قدم مباراه عالميه. في الدقيقه 53 يزين النعماني سجل الهدف الاولاني، هدف جميل جدا جدا ملعوب بطريقه ملهاش حل. اما بقى الهدف الثاني احكي عنه زي ما انت عايز، احكي عنه زي ما انت عايز. في الدقيقه 66 موسى التعميري خد الكوره من نص الملعب، جري بيها كانه ميسي، مش كانه، هو ميسي، والله هو ميسي. قال لي هيقول لي غير كده اقول له انت كذاب، هو ميسي. خد الكوره من نص الملعب، رقص الواد، خلى الواد بتاع كوريا قاعد على ظهره، قام حاططها برجله الشمال في الزاويه البعيده. جون عالمي، جون عالمي. الحقيقه انا فرحان من قلبي للمنتخب الاردني، لان فعلا المنتخب الاردني يستحق الفوز. لعب مباراه رائعه زي ما قلت لكم، يمكن دي افضل مباراه للمنتخب الاردني في التاريخ كله، وهم طبعا هيقولوا كده لان دي اول مره يوصلوا لنهائي كاس اسيا، فهي دي بالنسبه لهم اقوى مباراه واجمل مباراه. مع ان الغريب والعجيب ان المنتخب الاردني قبل بطوله اسيا الجمهور الاردني كان بيقول لك احنا هنتفضح، احنا هنخرج من البطوله بدري بدري عشان النتائج اللي كانت قبل البطوله. على طول المنتخب الاردني لعب مباريات وديه كلها خسرها، وفي مباراه عادل فيها نتائج سلبيه، نتائج وحشه جدا قبل البطوله، لكن دخل البطوله بصراحه المنتخب الاردني عمل نتائج هايله 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 جدا. فوزوا على المنتخب العراقي المرشح الاول للبطوله، وفوزوا على كوريا الجنوبيه المرشح للنهائي في البطوله. وبصراحه عنده كام لعيب من ضمنهم الواد ميسي، مش هقول عليه موسى، هقول ميسي. الواد ده لعيب لعيب لعيب، واستنوه في اقوى الدوريات في العالم بعد البطوله دي. موسى وبكره تقولوا الراجل ده اللي كنا بنشاهده على قناه بحر منوعات على اليوتيوب كان بيقول الكلام ده. طبعا ما تنسوش تشتركوا في قناه بحر منوعات على اليوتيوب عشان هنزل لكم الاهداف كلها بعد الفيديو ده ان شاء الله. اشترك في القناه، اعمل لايك للفيديو، وقول لي ايه رايك في المنتخب الاردني، هل يستحق ان يوصل فعلا النهائي وكلامي صح ولا انا كلامي غلط ولا ايه الحكايه بالظبط يا جماعه. اشوفكم على خير.